شاهدوا كيف أصبحت الفنانة سامي الجزائري بعد غياب وتعرفوا على حقائق ومعلومات أخرى لا تعرفونها عنها. بعد سنوات طويلة من الغياب سجلت الفنانة السورية القديرة سامي الجزائري ظهورا جديدا برفقة شقيقتها الصغرى الفنانة صباح الجزائري، حيث نشرت الفنانة السورية صباح الجزائري صورة عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تجمعها بشقيقتها سامية الجزائري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الفنانة صباح علقت على الصورة فكتبت سيدة الكوميديا وأنا بنتمنى لكم عيد مبارك، كل عام وانتم بألف خير، إن شاء الله الأيام يلي جاية تكون أحلى على الجميع. حظيت الصورة التي نشرتها الفنانة صباح الجزائري عبر انستغرام بتفاعل واسع من قبل معجبيها البالغ عددهم أكثر من نصف مليون متابع. وتأتي هذه الصورة ربما في سياق نفيس الشائعات التي تناولت علاقة الشقيقتين مؤخرا وتتحدث عن خلافات بينهما، خصوصا مع غياب نشر أي منهما لصور تجمعهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور. وجاءت العديد من التعليقات تركز على ملامح سامي الجزائري، فأشار البعض أن تقدمها في العمر غير ملامحها، في حين تغزل آخرون بجمالها الطبيعي الذي لم تغيره بالبوتوكس والفيلر. الفنانة صباح الجزائري خلال استضافتها في برنامج راحت علينا، وهو اللقاء التلفزيوني الأول لها منذ 30 عاما، أن شقيقتها سامية مغيبة عن المشاركة في أعمال الدراما عربيا ومحليا. ممثلة سورية قامت بأداء الكثير من الأدوار في الأعمال التلفزيونية والسينما والمسرحية، تعتبر سامي الجزائري من جيل الرواد المؤسسين الذين ارتقوا بالحركة الفنية السورية منذ ستينات القرن الماضي حتى يومنا هذا. اسمها بالكامل سامية محمد سعيد الجزائري، ولدت الفنانة بتاريخ 25 نوفمبر عام 1946. عمر الفنانة في 2020 73 سنة. ولدت سامية الجزائري في دمشق بسوريا. جنسيتها سورية. نشاط الفنانة من 1963 حتى الآن. سامية الجزائري أشهر ممثلة عزباء في الدراما السورية، فبرغم تجسيدها العديد من الأدوار التي أخذت فيها دور الأم، لم تختبر الممثلة السورية سامية الجزائري شعور الأمومة في الواقع. سيدة الكوميديا كما لقبها الكثيرون ظلت عزباء ولم تتزوج طيلة 73 عاما أي عمرها الحالي، حيث أنها ولدت في سوريا لعائلة دمشقية متواضعة تجمعها الألفة والحب. الجزائري تتوقع أن تكون فنانة كوميدية درامية في حياتها، خصوصا أنها لم تكن تسعى لدخول المجال، فهي ليست خريجة معهد الفنون العالي، بل دخلت عالم التمثيل بالصدفة، حيث تعرفت عليها المخرجة السورية قسمة طوزان التي لفتتها شخصية سامية الجزائري، فعرضت عليها أن تمثل معها في أحد الأعمال، فوافقت سامية الجزائري وقالت حينها
إيه بمثل شو خايفة مني؟ سامية الجزائري دخلت عالم التمثيل عام 1963 في تمثيلية اجتماعية حملت اسم أبو البنات، والتي كانت مدتها ربع ساعة أدت فيها دور ممرضة. وبعد ذلك عملت في المسرح العسكري كموظفة لعدة سنوات، إلى أن توالت الأعمال والنجاحات وأصبحت من أبرز الفنانات السورية. حصدت سامية الجزائري في مسيرتها الفنية العديد من النجاحات، وخصوصاً في أدوارها الكوميدية التي جسدتها، فلمع نجمها في سلسلة مرايا التي قدمتها مع الفنان ياسر العظمة. وكذلك في شخصية إم محمود في مسلسل يوميات جميل هناء الجزء الأول والثاني، وغيرها من الأعمال التي جمعتها بنجوم الدراما في سوريا كالممثل دوريد لحام في مسلسل أبو الهنا. كما في الأدوار الكوميدية كذلك في الأدوار الدرامية، أثبتت سامية الجزائري نجوميتها، فلعبت أدوار مميزة في ليالي الصالحية وأيام شامية والغربال وأهل الراية. قدمت دور السيدة العزباء التي لم تتزوج في ليالي الصالحية، وهو الدور الذي يشبه بنسبة كبيرة حياة سامية الجزائري القريبة من عائلتها، وخصوصا شقيقتها الفنانة صباح الجزائري. شاركت سامية الجزائري في مشوارها الفني بالعديد من الأعمال السينمائية في مصر وسوريا، منها مقلب حب، رحلة حب، المغامرة، صح النوم. وكذلك غابت الذئاب، زواج على الطريقة المحلية، سمك بلا حسك، كفرون. كما شاركت بالعديد من الأعمال الإذاعية مثل حكم العدالة، الموت، خنقن، أنا وزوجتي، وخمسة بعيون الشيطان. وكذلك يا لطيف شوشوب، إذاعة الساعة، أفكات خانم تحييكم من استوديو 26 رزنامة خانم. أما في المسرح فإطلالاتها متواضعة وتكاد أن تكون إطلالة وحيدة من خلال مسرحية غربة، والتي قدمتها في العام 1984 إلى جانب العديد من الفنانين ومنهم دوريد لحام، نهاد قلعي، ياسر العظمة، عمر حجو، صباح الجزائري. على الرغم من الشهرة الكبيرة التي حصدتها، إلا أن الفنانة سامية الجزائري لم تعتد الإطلالة عبر الإعلام، فهي مقلة بمقابلاتها وتصريحاتها، ولا تخرج عن صمتها إلا قليلاً، خصوصاً حين تلاحقها من حين إلى آخر شائعات تتحدث عن وفاتها، فتخرج بتصريحات مغتضبة للإعلام تؤكد فيها أنها بصحة جيدة. أطلق على الفنانة سامية الجزائري العديد من الألقاب المستوحاة من أدوارها في المسلسلات والأعمال التي قدمتها، ولعل أبرز لقب يلاحق سامية الجزائري حتى اليوم هو إم محمود، وهو اسم الشخصية الشهيرة التي قدمتها في مسلسل يوميات جميل هناء، ولا يزال هذا الدور محفورا بذاكرة المشاهدين بسبب أدائها المحترف له وروحها الكوميدية التي أبدتها. حصدت سامية الجزائري في مشوارها الفني العديد من الجوائز والتكريمات، نذكر منها أفضل ممثلة صاعدة عام 1967 إذاعة دمشق، تكريم عن دورها في مسرحية غربة 1984، وكذلك تكريم من مهرجان القاهرة عن دورها في فيلم كفرون عام 1990، وأفضل فنانة عربية عن دورها في مسلسل عيل الست نجوم عام 1996 مهرجان التلفزيون العربي السوري، وأيضا أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل عيل سبع نجوم عام 1997 مهرجان التلفزيون العربي السوري، وأفضل فنانة عربية عن دورها في مسلسل يوميات جميل هناء عام 1997. وكذلك تكريم عن دورها في مسلسل الحوت عام 2008 من مؤسسة دبي للإعلام، وتكريم عن كافة أعمالها الفنية عام 2008 الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.